السلام عليكم، عمر معاكم هنا. كل المحللين يتفقوا أنه نمر في مرحلة ازدهار في العشر سنوات القادمة لم يشهدها التاريخ، حتى يعني يقولوا أكثر بكثير من مرحلة الازدهار في مجال الصناعات أو مجال اكتشاف الإنترنت أو حتى في مجال الاتصالات. ولكن نذكر الناس أنه المجال والتكنولوجي من أصعب الأشياء تكهن من هو البطل في النهاية، لأنه دائما تعتمد على قوة الشركات، الدراسات، البحوثات، وتتغير الأمور بشكل سريع جدا من دولة لدولة وهكذا طبعا. واللي ما يتذكر طبعا التليفونات وبداية النوكيا، دخول بالموتورولا إلى دخول بلاك بيري، وطبعا إلى أن سيطرت آبل، بيختلف بشكل سريع، والاستثمار فيها دائما المخاطرة عالية جدا. حلقة اليوم حنركز على أفضل آلية للاستثمار في مجال البلوكتشين، الميتافيرس والعملات الرقمية بطريقة آمنة وبطريقة مدارة من أهم المدراء، بحيث أنه يعني يتكهنوا وضع التكنولوجي ويغيروا هذا الاستثمار بطريقة علمية مدروسة. طبعا قبل ما نبدأ حلقة اليوم، اللي يحب يتعلم أمور الاستثمار بطريقة علمية، كيف نبني محفظة استثمارية متنوعة آمنة بحيث أنه تتضاعف عبر السنوات، وخاصة للشباب الصغيرة في سنة، يعني من أهم العوامل الاستثمار اليوم، ودع هذه المحفظة تتضاعف لفترات طويلة. علمكم بالكورس كيف نختار الـ ETFs، كيف نعمل ننوع استثماراتنا، كيف نحلل القوائم المالية، كيف نختار الشركات المميزة، تلاقوا تفاصيله في الديسكريبشن. ونبدأ بأول ETF اللي هو مقدم من Amplified Transformational Data، وهو مركز في البلوكتشين تكنولوجي. طبعا هذا الـ ETF اللي هو BLOK مدرج في نيويورك، رسومه 0.71 وفي 44 شركة. مركز هذا الـ ETF على الـ peer-to-peer sharing، على recording الـ transaction أو tracking assets on business network وstoring transactional data. طيب هذا طبعا الـ ETF مدار، يعني مدار من ناس متخصصة بتعمل بحوثات بشكل كبير، وربما يصير تغيير في هذا الـ ETF كل ربع، فتقدر تقول إذا شركة تحسنت، إذا شركة قلت، يبدأوا يغيروا حسب يعني وضع التكنولوجي بالنسبة للبلوكتشين. تركيز طبعا هذا الـ ETF، وليش اخترت هذا الـ ETF؟ لأنه وجود في large cap، شركات كبيرة أكثر من 10 مليار دولار، 45% من الـ ETF في شركات كبيرة، ودائما الشركات الكبيرة هي الشركات الآمنة اللي تقدر تدفع يعني رسوم أكثر في الدراسات والبحوثات عشان تتطور في المجال. الشيء الثاني طبعا، هذا الـ ETF مركز على الشركات اللي ربحيتها وعوائدها بسبب البلوكتشين وبتطلع بزنس، لأنه في كثير من الاستثمارات اليوم في مجال البلوكتشين فكرة لسه، والبداية ستارت اب، شركات جديدة لسه ما بتدخل فلوس. لا، هذا الـ ETF تركيزه أكبر على شركات بتدخل الأموال من البلوكتشين أو بتستثمر في مجال البلوكتشين، فمهم جدا. وزي ما قلنا إنه هو ETF مدار من أشخاص ومدراء متخصصين. لو نشوف مثلا تركيبة هذا الـ ETF، ومركز على 36% في مجال السوفتوير، وأنا دائما أقول لكم أفضل مجال الاستثمار هو السوفتوير، عشان كده اللي يعني يشوف الكورسات حقتي أو يعني القناة حقتي دائما يعرف إني قديش أنا أحب أحلل وأستثمر في شركات السوفتوير، لأنه ربحيتها عالية أول شيء، وفي النهاية تكلفتها واطية جدا، زي شركة مثلا أدوبي اللي تصنيع المنتج فقط يكلفهم 10% والباقي 90% ربح. فيعني هذا يوريك هذا. طبعا هذا الـ ETF مركز بشكل كبير على السوفتوير، الـ IT سيرفيسز، البنوك، ومن وجهة نظري مهمة وجود البنوك، السيمي كوندكترز، أغلب المجالات اللي فيها البلوكتشين حيكون فيها تركيز عالي. طبعا الشركات اللي الموجودة في هذا الـ ETF، نيفيديا 5%، كوين بيس، سي ام اي جروب، مايكرو استراتيجي، باي بال، سكوير، فويجر البروكر. طبعا هذه بعض الشركات اللي موجودة، شوفوا دائما منوعة بشكل مو أكثر، أي شركة ما تتعدى 5% في المحفظة، غير كده مثلا زي هولدينج، أوريكل، اي ام دي، 3 اي كيو، وتايوان سيمي كوندكتر. ETF متنوع متميز من وجهة نظري، يوجد فيه شركات كثيرة ممتازة، حتى لو لا سمح الله البلوكتشين ما أتحسن، في عندك شركات أخرى تحميك في المجال. طيب أداء هذا الـ ETF، وزي ما أنتم عارفين في الشهر الماضي العملات الرقمية كلها نزلت، فالـ ETF هذا نزل 9% مقارنة بمثلا البيتكوين اللي نزل أكثر من 30% في الشهر الماضي. أداؤه في السنة
تقدروا تقولوا 29%، فحتى أفضل من مؤشر S&P، فأداؤه ممتاز للثلاث سنوات compounded 32%. ETF صراحة مميز جدا ورسومه ممتازة والمدراء فيه كمان ممتازين لأنه بيغيروا على وضع حركة السوق. طيب الETF الثاني اللي حنتكلم عنه اللي هو راوند هيل، مركز في مجال الميتا أو الميتافيرس، وهذا الETF طبعا مقدم من شركة راوند هيل بيل. يتكلم هنا انه قيمة السوقية للميتافيرس بناء على دراسة من بلومبرج انتليجنس 800 مليار دولار في 2024، وهذا كله يعني كلام احصائيات من وجهة نظري لا تقدم ولا تؤخر، وتديك الاحصائية هذه. طبعا هذا الETF مدرج في نيويورك، مدار طبعا من مدراء، يتم تغيير الاي تي اف على حسب اداء الشركات كل ربع في 41 شركه. طبعا الماركت الاسيتس اندر مانجمنت قليل جدا، اي تي اف جديد يعني ما له اكثر من 3 شهور. زي ما قلنا في 41 شركه من 7 دول. طبعا مركز هذا الاي تي اف، نشوف تركيز الاي تي اف هذا على الجيمينج، الجيمينج زي رود بلوكس، على الكمبيوتر كومبوننت زي السيمي كوندكترز، الكلاود سولوشن، وعلى السوشيال نتورك. كمان الجيد في هذا الاي تي اف انه تقريبا 90% منها لارج كاب، ودائما يقول لك اللارج كاب هي شركات بتطلع اموال كثيره، عشان كده قيمتها السوقيه عاليه، فهي امنه اكثر من السمول كاب، فتقدروا تقولوا هذا اي تي اف امن جدا. الدول طبعا 85% في امريكا، 5% في الصين، اليابان 3% وغيرها. طبعا الشركات اللي موجودة نيفيديا، رود بلوكس، فيسبوك، مايكروسوفت، سناب، أمازون، تينسنت. تينسنت من الشركات المميزة جدا، من أفضل شركة عندي يعني أنا تينسنت. سي تعتبر شركة لها علاقة في البيمنتس في البرازيل والإي كوميرس بيزنس في البرازيل. فتقدروا تقولوا ETF متنوع من دول مختلفة، صين، أمريكا، وفي مجالات مختلفة، جيمينج، كلاود، سيمي كوندكترز وغيرها، وسوشيال نتورك. طيب أداء هذا الـ ETF، وطبعا نزوله 6% حتى الآن، نازل 6%. أما أقول لكم هذا الـ ETF يعني من وجهة نظري، إذا يعني أنا لسه ماني مقتنع في مجال الميتافيرس صراحة، في ضب يعني ضخ كبير من الإعلام وتضخيم لموضوع الميتافيرس، ولكن غير واضح من وجهة نظري، غير واضح من أشياء كثيرة كيف حنستخدمه في حياتنا اليومية. أرى الميتافيرس حتفيد في مجال الصناعات، حتفيد في مجال الصحة، حتفيد في، ولكن غير واضحة من هي الشركات، إيش وضع الشركات. فيعني شوفوا عملت جوجل سيرش عليه، شوفوا الميتافيرس قديش على نزول في الفترة الأخيرة، طلعت الضجة العالية وبعدين نزل، وشان كده طبعا تلاقوا الـ ETF هذا نازل بعض الشيء. طيب الETF الثالث وهو مركز تماما على الكريبتو، ويسموه الكريبتو اندكس، مقدم من ويزدم تري. هذا الETF متنوع بشكل عالي جدا، يتركز على 4 أو 5 أشياء رئيسية: Layer 1 Network Payment System، Smart Contracts العقود الذكية، Layer 2 Protocols، Oracle Network، وكريبتو اندكس سيرفيسز، Decentralized DeFi، وMetaverse. يعني هذا الETF موجود في بعض شركات الميتافيرس. غير كده طبعا يقول لك هذا الاي تي اف انه 64% من الكريبتو كيرنسي، من الماركت كاب حق الكريبتو كيرنسي، موجود في هذا الاي تي اف. وهذا الاي تي اف يعجبني فيه انه متنوع بعض الشيء، يخش في مجال الكريبتو كيرنسي والمنتجات اللي هي غير مدرجة في الأسواق العالمية، وفي نفس الوقت مدار من أشخاص يعني ذو خبرة عالية جدا. ويزدم 3 من الشركات المميزة في تكوين الاي تي افس، وآمنة، فحتى لما تستثمر معهم يعتبر ETF آمن جدا. هذا مركز طبعا على الاندكسينج، Layer 1 Network، Layer 2 Protocols، DeFi وMetaverse وOracle، Bitcoin، Ethereum، Phantom، Terra، Polygon، كلها من المنتجات اللي موجودة، Decentraland. وهنا طبعا لو نشوف تركيبة هذا الETF، وطبعا Bitcoin وEthereum ماخذ 50% من الاي تي اف هذا، عندك التيرا، عندك البيليجون، عندك ديسنترالاند اللي هي في الميتافيرس. فهنا يعطيك تركيبة الكاملة بالنسبة للاي تي اف، 4% اغلب الاشياء اللي هي محافظة والكبيرة والتركيز الاكبر هي البيتكوين والاثيريوم والمنتجات الاخرى، ولكن يتم تغيير هذا
هذا الاي تي اف على حسب كمان حجم الشركات، كل ما يزيد قيمتها السوقية كل ما يزيد قيمتها في الاي تي اف، فيعتبر من الاي تي اف اللي من وجهة نظري أنا قاعد يعني كمان ممكن حخش فيه كاستثمار في مجال العملات الرقمية. وهنا طبعا يعطيك شرح تام عن ليش اختاروا المنتجات المختلفة، حط لكم اللينك في الديسكريبشن عن هذه الشركة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. للاختصار طبعا أنا كعمر مستثمر بشكل كبير في البلوك تشين اوريدي، عندي شركات كثيرة، عندي انفيديا، عندي تايوان سيمي كوندكتر، عندي سي ام اي جروب، فما حستثمر فيها الميتافيرس، وكمان عندي استثمارات في فيسبوك مايكروسوفت، فبالنسبة لي أنا عندي allocation عالي في هذا المجال ما حستثمر فيه. اللي حستثمر فيه ربما ما زلت كمان قاعد أعمل قيد الدراسة إذا أبغى أخش في مجال العملات الرقمية هو الـ Wisdom Tree Index Crypto Index. من وجهة نظري الاستثمار فيه متنوع وجيد، وأذكر الناس أنه أي اختيار لـ ETF، لأن هذه ETF متنوعة صح ولكنها في مجال واحد، فلا تزود استثمارك أكثر من 5% في أي ETF يكون في تركيز محدد. وإن شاء الله تكونوا استفدتم من حلقة اليوم، لا تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب، وانتظرونا في الحلقات القادمة. شكراً.